طيب الغريب في الأمر إن اللي حصل في السابق الآن يتكرر عندنا في هذا الوقت. والله العظيم يعني المناصرة أو مناصرة العرب أو الطابور الخامس مثل ما قلت إلى الآن متواجد عندنا. والأغرب من ذلك أنه يأتي من في هذا الزمان من يتهم الصحابة بأنهم أعراب أو باش يتعطشون لعفة الفارسية. رجل مات في الكويت عندنا هنا، كان له من ضمن مؤلفاته في فقرة يقول فيها أن الذين هاجموا أو فتحوا أو قاتلوا كسرى أو دولة فارس إنما هم عرب أو باش يتعطشون إلى عفة الفارسية. عرب، شوف ثلاث نقاط عليها، عرب يقصد هو طبعا يفترض أنه عربي، عرب أو باش، اثنين، ثلاثة يتعطشون لعفة الفارسية. شوف وين وصل، كل هدفهم عفة الفارسية. أمر غريب جدا، يعني لما تكون في هذه الأيام بعد يأتي من يقول أن الخليج العربي هو خليج فارس وأبناء جلدتنا كذلك، وينكرون على شخصيات كبيرة يعني بعد هذا المجد العظيم الذي قدمه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه والصحابة الكرام ومن كان معهم في هذا السرد المميز لك يا أخ حيدرة. والله أتمنى أن يكون فينا من سجل هذا السرد وهذا الأسلوب المميز ويعمم، وتكون له يعني في اليوتيوب، لا راح يكون مقطع، يكون له سيدي خاص لعل الشباب والناس تسمع. احنا احوج الى ان نعرف تاريخنا الان في هذه الفترات، لان الان امام مواجهة كبيرة جدا، وان شاء الله محسومة سلفا، ما عندنا مشكلة فيها، لكن المواجهة هو التوجه الان الى ضرب ما يسمى بالعروبة صراحة في الجزيرة العربية. هذه حقيقة يا اخوان، لما تأتي واحدة من المحطات الخليجية للأسف الشديد ويفترض فيها سياسية ما هي دينية، وقرأ الشريط من تحت يعني يلمزون ويغمزون على وزير خارجية أحد دول الخليج، يقولون وبالأحرى وزير خارجية الكويت، يعني يقولون خليج العربي وشباب عرب يفترض فيهم أنهم يكون عندهم هذه الغيرة ويضحكون، يقول أي خليج عربي يا عمي؟ الدولة اللي ماسك الخليج خليج فارس، وإيران هي الحدود كلها، وطبعا أبناء جلدتنا. أمر غريب يعني يجعل يعني المحايد يستغرب من هذا الأمر. عموما هذه مداخلة بسيطة، أنا أخذت بس من كلامك يعني اللي شوي يعني آلمني، مناصرة العرب مثل ما قلت، مناصرة العرب النصارى للفرس، وهذه مداخلتي البسيطة. وبارك الله فيك وجزاك الله خير يا أخوي حيدرة، ولكم المايك تفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيك بارك الله أخي الحبيب الوليد، أحسنت، بارك الله فيك على هذه المداخلة. أما بالنسبة لمسألة الخليج الفارسي، يعني هم تاريخيا ما لهم أي حق أبدا في الانتماء إلى هذه البقعة أو المنطقة، لأن المنطقة كانت عربية حتى قبل الإسلام في الجاهلية. لكن اللي أذكره قبل أيام بسيطة فقط، وأنا أقرأ في بعض الصحف أن مدرب أحد الأندية الإماراتية توقع الوصل لما لعب النادي في طهران أعتقد، بعد المباراة يعني مدرب النادي كان يصرح بتصريح، وذكر وهو يصرح، ما أدري أعتقد الأهلي أو الوصل، والله ما أدري، لكن ذكر أو لفظة أو كلمة الخليج العربي، فغضب بعض الصحفيين الإيرانيين وهاجموه واعترضوا بشدة على هذا الأمر، مع أن ما لهم أي حق تاريخي أبدا لا في الجاهلية ولا بعد الإسلام أو في الدول المتتابعة الإسلامية، سواء الدول الأموية طيب أو الدول العباسية أو حتى العثمانية أو في هذا الزمان، ما لهم أي حق تاريخي بهذه المنطقة. هم فقط يعني توسعوا، يعني فعلا كانت لهم إمبراطورية قديمة طيب، لكن المنطقة موجود بها العرب منذ ذلك الزمان. فلما انتهت طبعا الإمبراطورية الساسانية، أنتم تعلمون هؤلاء منهم من قبل الإسلام وصدق به وآمن به كدين،
نعم لا شك بذلك ولا نقول غير ذلك، لكن البعض الآخر حقد. فيعني في لما خرجت الفتنة السبئية مباشرة تلقفوها أخوان الكرام، يعني وجدوا بها مدخلا ومطعنا على الأمة الإسلامية، ولذا احتضنوا الفكر السبئي هؤلاء إلى هذا الزمان. طبعا كانوا شرذمة قليلة جدا إلى العهد الصفوي. في العهد الصفوي إسماعيل الصفوي يعني تمكن من احتلال الكثير من مناطق فارس وضمها إلى دولته، أيضا احتل كل مناطق جنوب العراق هذا الرجل الصفوي إسماعيل الشاه إسماعيل الصفوي. تنظر الآن يا أخي الحبيب الوليد والأخوة الأحواز أو اللي يسمونها الأهواز، هذه منطقة نعم عربية، أليسوا شيعة إخوان الكرام؟ أليسوا شيعة إمامية اثني عشرية؟ أليسوا منهم عقديا؟ طب لماذا يعادونهم ويعني يضيق عليهم وهي منطقة أصلا عربية؟ يعني ما في صوت، ما في صوت إخوان الكرام. بنات فارس ويعني أبو لؤلؤ المجوسي يعني لما طعن عمر كان قد رأى، من رأى إخوان الكرام في المدينة؟ ها الصوت واضح، الصوت واضح إخوان الكرام. ها سقنا حليلات كسرى بالسوط سوق الغنائم. بنات كسرى، بنات يزدجرد التي زوج واحدة منهن، زوجها عمر للحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والثانية لابنه عبد الله، فأنجبت الأولى زين العابدين السجاد رحمه الله تبارك وتعالى من الحسين، والثانية من عبد الله بن عمر أنجبت سالم من أئمة التابعين في المدينة، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. حتى في تسجيل إخوان الكرام غير قولهم أن يعني متعطشين لبنات فارس وعفة بنات فارس وأمثال هالأمور، لا يقولون يعني ركبوا الموجة العالمية أن الإسلام إرهاب ودين إرهاب ودين عنف. اسمعوا بس هذا من قناة إحنا لما نيجي مثلا إلى التاريخ عندما شوية نرجع إلى الوراء، يعني مثلا في تاريخ الفتوحات الإسلامية على سبيل المثال، يعني لماذا أخذ الغرب طابع عن الإسلام والمسلمين بأنه دين عنف أو كما يعبرون عنه اليوم بالإرهاب، يعني بأنه دين عنف أو كما يعبرون عنه اليوم بالإرهاب؟ عندما نرجع إلى تاريخ الفتوحات الإسلامية نرى أن كثيرا من الفتوحات الإسلامية جارت على الناس وظلمت، وفي الواقع ما الفتوحات الإسلامية جارت على الناس وظلمت وفي الواقع ما أعطت صورة طيبة عن الإسلام وعن فتح الإسلام. لكن طب أنت وش عطيت صورة جيدة للإسلام؟ أنت اللي تتكلم وتنتقد الفتوحات الإسلامية، طيب مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو الأذان، أذان المسلمين رفع في جزيرة العرب ورفع في أفغانستان، تخيلوا بعد أقل من تقريبا من 10 سنوات فقط من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام في أفغانستان هناك على حدود الصين أو في أوروبا أو في أفريقيا لما فتحت إلى تونس وصل الفتح الإسلامي، والحسين كان من الجيش الذي فتح تونس بمناسبة. طب أنت ماذا قدمت إلى الإسلام؟ ها فعلا ماذا قدم الشيعة للإسلام؟ أوكي الفتوحات، طيب إرهاب وحنا إرهابيين. طيب أنتم ماذا قدمتم للإسلام والمسلمين؟ لطم؟ متعة؟ ها أكل تربة؟ فعلا يعني بل أنا أقول إذا في إرهابي فهو إمامكم هذا عج أبو غبرة، هذا اللي تنتظرون الآن خروجه الخرافة، هذا أكبر إرهابي ومجرم حرب بالتاريخ بالتاريخ. ليش اخوان الكرام؟ انا ما اقول هالكلام يعني من باب اني والله بضايق الشيعة ولا بسب امامهم ولا امثال هالامور، لا هذا حق وحقيقة، هذا حق وحقيقة. اكبر نذل بالتاريخ واكبر ارهابي بتاريخ البشر واكبر مجرم حرب بتاريخ البشر هو عج،
هذا اللي قاعد الآن مثلث برمودا يقولون حاط رجل على رجل وقاعد يناظر يشوف سدرة المنتهى، يشوف سدرة المنتهى من بيته يقول المعمم. طب ليش أنا أقول كذا؟ لأن عندهم أخوال كرام ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح، صح ولا لا؟ ما بقي بيننا وبين العرب، أو يقول المجلسي إن المنتظر، اسمع، يقول إن المنتظر يسير في العرب بما في الجفر الأحمر وهو قتلهم. أنا جايب شيء من جيبي إخوان الكرام، أنتوا كعرب ينتظركم القتل من هذا الرجل،